أولا دعيني أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت قطوعا كبيرا ليلة البارحة، كادت أن تحصل حرب أهلية في الولايات المتحدة لو تم نجاح عملية اغتيال الرئيس ترامب. لكانت حصلت هناك فوضى عارمة في الولايات المتحدة، لكان حصلت شبه حرب أهلية، إذا لا أريد أن أقول حرب أهلية بس، ولكن كانت عمت الفوضى في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني حصل ما لا يمكن توقعه أو ما لا يمكن أحد أن يتوقعه في الولايات المتحدة الأمريكية. فشلت هذه العملية. طبعا الرئيس ترامب استغل هذه العملية من اللحظة الأولى، استغلها كحملة انتخابية، ولكن هناك عدة علامات استفهام تدور حول عملية الاغتيال ذاتها. أولا أنه بكون هذا خرق أمني كبير يعني للسيكريت سيرفيس ولطاقم الحماية وللشرطة ولكل الأجهزة الأمنية الأمريكية، يعني هذا خرق كبير يضع علامات الاستفهام على تدور حولات الاستفهام حول هذا الخرق. هل هذه العملية فردية أو هل هي عملية مدبرة منظمة؟ هناك جهات تقف وراءها عملية الاغتيال، خاصة أن هناك عدة أمور غير طبيعية تحصل منذ الانتخابات في هذه الانتخابات. أول هذه الأمور المناظرة بين الرئيسين بايدن وترامب، والتي تمت بطريقة غير طبيعية، تمت قبل المؤتمر الذي يعين فيه الحزب الديمقراطي يعين فيه المرشح أو يسمي بايدن كمرشح رسمي، وهذه كانت لافتة في هذا التوقيت. والأصوات التي خرجت من بعدها تطالب الرئيس بايدن بالانسحاب وبالتنحي لأن حظوظه ضعيفة أمام الرئيس السابق ترامب. وعندما تعززت حظوظ ترامب تمت عملية الاغتيال. وكأن هناك، أنا أريد أن أضيء على هذه الأمور بأنها أمور كلها أمور غير طبيعية تسير في هل تعتقد نعم استاذ علي، هل تعتقد أن نظرية المؤامرة التي شاعت مباشرة بعد هذه العملية هي منطقية في مكان ما؟ البعض يعني اتهم ترامب بأنه هو من دبر هذه الحادثة في مكان ما، قرأنا الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي، البعض قال أن هذه ترهات، يعني أنه أن يتهم البعض ترامب بأنه دبر لنفسه عملية ليظهر بصورة المنتصر. كاد أن يقتل، كاد أن يقتل، يعني هناك الرصاصة. يعني أولا الرجل، يعني الشخص الذي قام بهذه العملية هو محترف، يعني هو عمليا أصاب الرئيس، أصاب الرئيس في رأسه، يعني كانت هناك مليمتر واحدة يعني تفصل ترامب عن الموت. فلا يمكن القول بأن ترامب تآمر يعني على نفسه ليدبر هذه المؤامرة. لا، أنا لست مع هذا الكلام، وهذا الكلام يعني لا يدخل العقل وليس منطقيا، إنما أن تكون هناك جهات أمنية أو جهات ما في الولايات المتحدة تقف وراء هذا الاغتيال، أميل إلى هذا الرأي. بس ولكن مؤامرة، نظرية المؤامرة أن يكون ترامب دبر هذه العملية ليكسب الأصوات، هذا أمر غير صحيح. أصلا ترامب يعلم تقدمه في هذا المسار، يعلم أنه متقدم على الرئيس بايدن، وليس بحاجة لهكذا عملية خطيرة جدا، محفوفة بالمخاطر، محفوفة من أن تكشف، محفوفة من أن يقتل، أن يدبر هكذا. السيناتور جي دي فانس، واللي هو الموجود على أحد المرشحين على قائمة ترامب، اتهم خطاب بايدن، يعني ألقى اللوم على خطاب بايدن. لماذا؟ عفوا لم أسمع السؤال. السيناتور جي دي فانس وهو أحد المرشحين على قائمة ترامب ألقى باللوم على خطاب بايدن، يعني اعتبر أن هذه المحاولة الاغتيال هي بسبب الخطاب الذي أدلى به بايدن. هذا أمر سياسي، هذا اتهام سياسي. هو يقول بأن الرئيس بايدن خلال خطابه العدائي تجاه ترامب، شيطنة ترامب، دفع أحد المناصرين المتعصبين المتشددين
باغتيال لاغتيال ترامب. فهذا اتهام سياسي، هذا اتهام سياسي سوف نشهد في الايام المقبله الرئيس ترامب يستعمل هذا الاسلوب، يقول بان خطابكم وخطاب الرئيس بايدن هو الذي ادى الى هذه العمليه. هو طبعا سيستغل هذه العمليه اقصى استغلال. طبعا الحركه العنصريين البيض سيستغل هذه الحركه وهذا الاغتيال، وانصار ترامب سيستغلون هذا الاغتيال ليقوموا برد فعل كبير على كل المنظمات وعلى كل الجمعيات وكل التحركات السياسية بما فيها Black Lives Matter، حياة السود مهمة. هذه الحركة التي انطلقت في عام 2019، كذلك في حركة ما تسمى بأنتيفا وهي الحركة الراديكالية اليسارية المتطرفة والتي تقوم بعمليات واسعة على مستوى الاعتراض السياسي وعلى مستوى الشعب في الشعب، وكان لها دور كبير في الفوضى التي حصلت عام 2020 على خلفية اغتيال أو مقتل جورج فلويد. نعم. بس ولكن هنا أمريكا في الوضع الداخلي، هذا الاغتيال سيعيد سيعيد إلى الواجهة مسألة السلاح ومسألة إنه شراء السلاح، وهي عانت الداخل الأمريكي عانى من هذه المسألة، حيازة السلاح بدون قيود. يعني دعيني أعطيك مثال، لا يستطيع من عمره 21 عاما أن يشتري علبة سجائر بس، ولكنه يستطيع أن يشتري بندقية، يستطيع أن يشتري سلاحا، ولكنه لا يستطيع أن يشتري علبة سجائر. نعم. فهذه من الأمور اللافتة، عمر 18 سنة يستطيع أن يقتني سلاح ولا يستطيع سجائر 21 سنة. نعم. هذه من الأمور اللافتة. وكان الرئيس واللافت في الموضوع أيضا بأن الرئيس ترامب هو من المعارضين لحظر السلاح ومن من 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 كبار المناصرين لحيازة السلاح ولمنع فرض القيود على الأفراد. ربما قد يتغير موقفه يعني بعد هذه الحادثة. لا أعتقد بأنه سيتغير موقفه، لأن وراء هذا الموقف هناك مافيات السلاح وشركات السلاح التي تدعمه بالمال وبالنفوذ. إنما هذا يعيد يعني يثبت نظرية طابخ ثم أكله. نعم. سؤال أخير وبدي أطلب من حضرتك أستاذ علي إجابة سريعة. هذه الصورة التي كنت تحدثت عنها في بداية الحلقة التي رفع فيها مرارا أكثر من مرة رفع قبضته دونالد ترامب، ستكون هي الحملة الأخيرة لترامب؟ سينعكس هذا الاغتيال نجاح لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة تظن؟ هذه العملية حسمت السباق الرئاسي لصالح الرئيس ترامب. هناك موجة تعاطف كبيرة مع الرئيس ترامب في الداخل الأمريكي، خاصة من الأصوات المترددة والتي عادة تحسم خياراتها في الأيام الأخيرة. هذه الكتلة ستصوت للرئيس ترامب، سيتعاطف جزء كبير منها مع الرئيس ترامب. صورة الشعب الأمريكي يحب، معظم الشعب الأمريكي يحب صورة البطل، وهذه القبضة المرفوعة هذه تعكس صورة البطل الذي انتصر على الموت والذي خرج من تحت العنقاد يهتف وهو يريد أن يبقى ويقاتل كان يتشاجر مع فريق الحماية لكي يقف على رجليه وكي يحيي الجماهير ويرفع قبضته. هو حتى الرمق الأخير كاد أن يموت الرئيس ترامب، وحتى الرمق الأخير وهو يفكر في كيفية استغلال اللحظة. نعم. اللحظة كي يستغلها سياسيا. بطبيعة الحال هذا الاغتيال حسم الرئاسة لصالح الرئيس ترامب.
والسؤال هنا هل ستتكرر عملية الاغتيال مرة ثانية؟ إذا كانت هي العملية مدبرة يعني أن هناك جهات كبيرة تقف وراء هذا الاغتيال، هل ستتكرر هذه العملية؟ هل سيتنحى الرئيس بايدن بعد أن انعدمت حظوظه في الانتخابات؟ هل طبعا كل هذه الإجابات يعني ستتكشف عنها يعني الخبايا وستتوضح الإجابات في الأيام المقبلة. ضغط على الرئيس بايدن أجل أن ينسحب من هذه الانتخابات كي يستطيع الحزب الديمقراطي أن يرشح شخصية أكثر حيوية وأكثر كاريزماتية تستطيع أن تهزم الرئيس ترامب بعد هذه نعم. أنا بدي أشكرك صحافي علي منصور على هذه القراءة لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية في انتخابات تشرين 2 نوفمبر المقبل. شكرا جزيلا لحضرتك.